صباح الخير، صباح الأمل والمحبة والسعادة والفرح. اليوم نحن في برنامج تغريدات ميلادية على غير العادة، عن برنامج تغريدات عائلية مع الدكتورة ليندا، فحبينا نتواصل معكم بالبرنامج وما نقطعكم عن نهار الاثنين. فببرنامج تغريدات ميلادية للتحضير في هذا الزمن، زمن المجيء لعيد الميلاد، ومعي ضيفة هي مفاجأة للمستمعين والمتابعين على صفحتنا، ريبيكا عودة، اللي هي بتعرفوها من خلال شاشة نورسات اللي بتعمل نصرة الأردن في أسبوع. فنحن منرحب فيها على مدار الأربع أسابيع الجايين ليوم عيد الميلاد، تكون معنا كل نهار التنين الساعة 10. نتمنى إنها ما تضلها تتأخر عن الساعة 10 لأنها اليوم تأخرت، فنحن ما منلومها لأنها طالعة من الصبح بتركز، فلأنها هي خبيرة اللياقة البدنية مثل ما أنتم بتعرفوا، بالإضافة أنه عملها التطوعي في النورسات. فمنرحب فيها ورحبوا معاي بربيكا عودة. صباح الخير. صباح النور، كيف حالك؟ أنت فاجأتيني أني أنا معاكم بالأربع أسابيع على عيد الميلاد. حسستني، أنا فكرت بس اليوم حسستني أنه أزاز. لا، راح تحبي برنامجنا وراح تحبي متابعينا على صفحتنا على النورسات، وتحبي التفاعل الكبير اللي راح يكون من خلال البرنامج ومعك يا ريبيكا، تحكي لنا عن نشاطاتك وتحكي لنا إيش بدك تعملي لنا لعيد الميلاد، بالإضافة إلى نصرة الأردن في أسبوع اللي عم تعمليها كل أسبوع وبتطلي على شاشة نورسات أسبوعيا. فنحن بنشكر هاي الإطلالة وبنشكر تعاملك معنا وتعاونك ومن وقتك بتعطينا ومن جهدك، ومنصبح اليوم هلأ على المتابعين على صفحتنا اللي على المباشر، وأيضا اللي بعتوا لنا صباح الخير. إبراهيم حمام، يسعد صباحكم وصوم مبارك. وجوني لويس جابرا، يسعد صباحك جوني. هنادة علامات، يسعد صباحكم بكل الخير، زمن مجيء مبارك، كل عام وانتم بخير. روان وائل دعيبس ايضا بتصبح علينا، يسعد صباحك ست روان. وسوها السلفيتي، صباحكم نور. يولا حتر، يسعد صباحك. وسارة حداد مسلم وطارق مسلم، يسعد صباحكم جميعا. بالبداية ريبيكا، نحن متعودين دائما انه نبلش بصلاة او ترنيمة نصلي فيها قبل ما ندخل في الموضوع اللي احنا من اجله كملنا في تغريدات ميلادية. انا الترتيلة يعني اليوم لا، خليها علينا هالمرة هاي، معلش. فريمون تعطيني الترنيمة، فهي ترنيمة طبعا رفعت عيني، هو مزمور أنا بحب كتير قرأت له وبحب كتير كمان بذكرك هذا الترنيمة، دايما كنت أحكيها لأولادي وقرأت لها، فببلش فيها بصوتي وبعدين بنكملها من الاستوديو. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله واحد، آمين. رفعت عيني إلى السماء من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض، لا يدع رجلك تزل، لا يناس لا ينام، الرب يحفظك، الرب ستر لك، لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل، يحفظك الرب من كل سوء، يحفظ الرب نفسك، يحفظ الرب ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد.
طبعا يا ريمون انت خليتني اكملها كلها معك، كان لازم الاتفاق نقطشها ونكمل على الاستوديو، بس يلا. على كل حبينا بالبداية ان نبدأ برنامجنا بترنيمة صلاة لربنا يحفظكم ويحفظ كل المشاهدين والمتابعين، يحفظ كل مؤمنين، يحفظ كل شعبنا، يحفظ بلدنا الأردن آمن سالم بصحة وسلامة، وربنا يزيع عنا هاي الجائحة، جائحة كورونا، ونتخلص منها إن شاء الله بالسنة الجديدة، إن شاء الله بميلاد سيدنا يسوع المسيح الأمور أكثر تكون مريحة وسلسة، خاصة مع الأمل بهلا توزيع الفاكسين المطعوم لفيروس كورونا، وإن شاء الله على خير بيوصلنا. في البداية نحن في برنامج تغريدات ميلادية منحب نحكي إنه نحن في زمن المجيء، زمن التحضير لعيد الميلاد، هو زمن الانتظار، مثل ما كانت مريم العذراء سيدنا مريم عم تنتظر، والقديس يوسف عم بينتظره، المجوس عم بينتظره، والرعاة اللي كانوا عم بينتظره، نكون نحن كمان منتظرين مجيء يسوع المسيح بهذا الميلاد. مبادرة السماء اللي نزلت يسوع المسيح من السماء، نحن نعمل مبادرة ونحضر حالنا روحياً لمجيء يسوع المسيح، إن كان بالصوم، بالصلاة، بالصدقة، بأعمال الرحمة، بالطريقة اللي بتشوفوها مناسبة. خلي هالسنة تكون غير، خلي هاي السنة تكون مزبوط إنه ببدايتها كان هاي السنة فيها الألم، فيها المرض، فيها الخوف، في القلق، الأحوال صعبة على الناس كلها، لكن في نهايتها خلي يكون عندنا أمل ورجاء اللي ربنا مرق هاي السنة علينا، إنه يمرق بحياتنا إشياء كتيرة، ربنا كله رحمة ومحبة، فقادر بصلاتنا إنه يمرق هاي الأزمة أيضا في حياتنا. فنتحضر للميلاد، لأنه أصبح مع هاي الأزمة، أزمة كورونا، شوي صار عندنا فتور إيماني بحياتنا الروحية، فنرجع نجدد ونشحن حياتنا الروحية ونولع هالشعلة، شعلة الانتظار، شعلة مثل النساء الحكيمات في انتظار مجيء يسوع المسيح. فنكون جاهزين ونكون حاضرين بكل إيمان وبكل تصميم وعزم إنه نحن بهذا الميلاد رح نكون غير، وإن شاء الله منكون غير. شو رأيك يا ربكة؟ نحن غير. كيف تحضيراتك لعيد الميلاد؟ يعني غير أكيد هاي السنة عن أي سنة تانية، بس يعني بدنا نحاول إنه ما نخلي اللي عم بيصير حوالينا يأثر هالقد علينا، ونستغل إنه هذا العيد رح يكون غير، ورح كل حياتنا نتذكره كيف كان هذا العيد وإيش عملنا بهذا العيد. حسيتي ربكة إنه هاي السنة صار في عنا شوية فتور بروحانياتنا، فتور هيك بإيماننا، فتور بإنه ابتعادنا عن الكنيسة كون إنه صار في حضر وما في صل، كان عدة أسابيع فيش صلوات يوم الأحد، بعدنا هذا شوي عن الصلاة. مش بس عشان الحضر، عشان صفى الناس عندهم تخوف أصلا يفوتوا الكنائس ويروحوا على التجمعات، فأكيد هذا الموضوع كان له أثر سلبي على الناس، وفي كتير ناس اللي فقدوا ناس من أصدقائهم أو عيالهم خلال هاي الجائحة. أكيد يعني راحوا حكوا وتأثروا، وليش يا ربنا، ليش أبوي، ليش أخوي، ليش عمتي، ليش ستي اللي راحت بهاي الجائحة. فأكيد هذا كان اختبار صعب على الكل. فعلا هو اختبار كان، لكن نحن بحياتنا معرضين كتير لاختبارات في حياتنا، فبإيماننا وقوتنا وثقتنا بربنا منتجاوز كل الصعاب والعراقيل. طبعا احنا مندعو الصحة للجميع، واللي فقدوا أحبتهم هذه السنة انه ربنا يرحمهم برحمته ويرحم جميع الأموات يا رب. منصلي لهم طبعا هذا الميلاد رح يكون ذكراهم بهذا الميلاد للجميع، من العائلات اللي فقدت أحبتها خلال هذا الميلاد رح نذكرهم، إن شاء الله ربنا يصبرهم
ونمر من هذه الأزمة والجائحة على خير يا رب بفرح كبير مع ميلاد يسوع المسيح. فنحن في نور سات نيجي لموضوعنا كمان اللي حبينا نشارككم فيه واللي كتير في ناس عم تسأل عنه، اللي هو بالنسبة للبازارات اللي عم بتصير خلال فترة الميلاد والسوق الميلادي والتسوق والشوبينج وإضاءة شجرة الميلاد. طبعا هذا الميلاد رح يكون غير لأنه ما في كل هذه المظاهر اللي وهي الاحتفالات اللي كنا نحتفل فيها والنورسات تطلع تغطيها، افتتاح البازارات، إضاءة الشجرة. لكن إحنا ما حبينا نترك الأشخاص اللي كانوا معنا السنوات الماضية في بازار الرحمة، خاصة بعد اتصالاتهم معنا ويقولوا لنا مثلا نورسات إيش بدنا نعمل هاي السنة، نحن ضلينا على أساس أنه نصير في تنحل الأزمة وآخر السنة يكون في شيء يعني من السوق الميلادي نروج فيها منتجاتنا واللي اشتغلناها بأيدينا، خاصة أنه بازار الرحمة إحنا للسنة هاي السادسة رح يكون لإلنا بازار الرحمة، وهو مثل اسمه رحمة، كان للعائلات المستورة اللي من شغل إيدها بتحاول إنها تطلع مصروف هذا العيد. ففكرنا بنور سات، وبصراحة هي الفكرة انطرحت من ريبيكا لما سألتها إيش ممكن نقدر نساعد. فكتير فيها اللي صارت عم بتصير مبادرات إن كان من فنادق أو جمعيات أو شبيبات كلياتها، طبعا نحن منقدرها ومنحترمها، لكن نورسات إحنا صعب علينا إنه نروج ل يعني شركات، خاصة إنه فيش إعلانات ولا دعايات إحنا على النورسات، هذا شيء مبدأ معروف بنورسات. عطصت بدي احكي شيء قبل. فريبيكا رح تحكي لنا يعني ايش هي كانت الفكره من الباسكت، السله وانت جايبه معاكي هلا سله، عشان تشرحي لنا موضوع او مشروع سله نورسات او نورسات باسكت. كيف قدرتي انك انت تجمعي فكره تساعدي هدول الاشخاص اللي شاركوا معنا ببازار الرحمه، وانه نقدر ندعمهم، وبالتالي كمان نورسات تقدر انها كمان توصل رسالتها ورسالتها الاعلاميه والدينيه من خلال هذا المشروع ريبيكا؟ طب اول اشي بدي احكي انه نحن كل سنه بازار الرحمه بيكون إله الجانب الروحاني، بيكون فيه كونسرتس، بيكون فيه أكتر مسرحيات، بيكون فيه كمان كتير فعاليات، العائلات بتسلوا وبنبسطوا بس يجوا عنا، يعني بيكون أكتر يوم نهار كامل العيلة كلها تقضي عنا بالبازار. نعم هاي كانت يعني فكرة بازار الرحمة. مزبوط. وكل سنة نحن الهدف بيكون من هذا البازار إنه ندعم كل العائلات اللي بتحتاج دعم، ونساعد الناس اللي ما عندهم إمكانيات، خاصة هلا مع جائحة كورونا كمان الإمكانيات ضعفت أكتر. أكيد، وخصوصا إنه في كتير ناس كمان خسرت أشغالها، وفي كتير ناس حولت من أشغال، من يعني الناس اللي فقدت شغلها صارت تعمل أشياء بالبيت، من أكل، من منتجات، من شغل إيد، من كروشيه، من كتير أشياء صارت تعملها بالبيت عشان تقدر تعوض عن الخسائر اللي هي عم بتمر فيها. نعم. الفكرة من الباسكت تبعت نورسات هو أنه نحن عم نجمع هدول الناس الأغراض اللي هن اشتغلوها، بتكون هاي الباسكت فيها منتجات هن عملوها بإيديهم، بتكون فيها شوكولاتس، بتكون فيها كمان كوكيز برضو انعملوا هوم ميد، انعملوا بالبيوت. والفكرة أنه كل باسكت هي بتحتوي على أكتر من غرض معمول بالإيد، وطبعا بمشاركة الشبيبة ومشاركة الكشافة اللي هن رح يساعدونا بلم توزيع
وتوزيع وعمل هدول السلات لنقدر نحن نبيعهم خلال من خلال نورسات، لنقدر نحن نرجع نبيعهم ونرجع نعوض هدول العائلات وهدول الناس خلال هاي الفترة اللي خسروا شغلهم، ونقدر ندعمهم قد ما بنقدر. الفكرة انه نحن رح يكون عنا اكتر من باسكت، اكتر من حجم، رح يكون عنا حجم صغير وأكبر وأكبر وأكبر. طبعا كل ما كبرت الباسكت كل ما بيكون فيها منتجات أكتر أكتر وسعرها أعلى. طبعا طبعا إحنا كمان معتمدين عليك يا ربكة كمان بالتسويق، يعني خاصة استغلال هذا لا مش استغلال، هذا عمل محبة يا ربكة. فأنت هذا اللي اقترحتي إن شاء الله كمان تقدر إنك تسوقي لنا المنتجات هاي كمان يعني من خلال أصدقائك. بتعرفي هون أنت، هون نحن بهذا البازار رح نقدر نعرف ونحس أكتر بقيمة العيد أكتر، لأنه نحن عادة لما بنطلع عم نصرف هاي المبالغ من خلال إنه عم نروح على البازار، عم ناكل بالبازار، عم نحضر إشي بالبازار، عم نشتري إشي بالبازار. نحن هون عم نحط كل نحن يعني نحن الجيرني الرحلة للبازار نحن لخصناها بهاي الباسكت اللي فيها يعني تم تجميع الأغراض من أكثر من حدا، كأنك يعني زرتي أكثر من طاولة بالبازار. فنحن بالتعاون مع شبيبة الدراما وبالتعاون مع الكشافة كأنه زرنا هدول الناس وجمعنا أغراضهم بهاي الباسكت ولفناها وعم نوصلهم إياها. حلو. فهذه فكرة مشروع باسكت نورسات اللي كانت حابة ريبكا إنها تطرحها هاي السنة علينا من خلال بازار الرحمة. وإنتم مثل ما بتعرفوا بازار الرحمة هو برعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن. إيش معنات هذا الحكي؟ معناته إنه كل فعاليات وكل العائلات الكنسية بتكون معانا في هذا البازار. فإحنا دائما نشتغل مسكونية. يعني شو معنات مسكونية؟ يعني كل الكنائس إحنا عائلة واحدة بجسد المسيح. ففكرة البازار مثل ما لخصتها ريبيكا إنه نحن هدول الأشخاص اشترينا منهم هاي المنتجات اللي هن اشتغلوها، خصصنا مبلغ معين، وإن شاء الله مع الرعاة السبونسرز اللي بيقدروا هلا كمان يدعمونا من خلال هذا البرنامج قدرنا نشتري هاي المنتجات مشترى ودفعنا حقها للعائلات اللي اشتغلتها وأخذناها. وربكة مع الشبيبة، شبيبة الأردن للدراما المسيحية، هن شركائنا دائما في بازار الرحمة، فاحنا بنوجه لهم كل التحية. والآن رح يكون معنا جوني جبرة يحكي لنا عن نشاطه كمان معنا ونشاط الشبيبة في هذا البازار. طب هاي أول سلة عملناها، شو رأيك نبيعها هلأ؟ نحن مباشر. لا مش رح نفتح مزاد هلأ. لا بس بدنا نبيعها نشوف مين إن شاء الله نفتتح. كل اللي على الصفحة وكل الموجودين بالتعليقات اللي بصبحوا علينا، فعادي أول سلة سلة بازار الرحمة. فإن شاء الله تكون من نصيب شخص يقدر شغل نورسات ورسالة نورسات الإعلامية إنه نقدر نروجها ونروج كل الإسلال. نحن تقريبا سوينا بحدود 25 سلة أوريدي جاهزين، فرح يكون في خلال هذا العمل صفحة خاصة باسم بازار الرحمة السادس. رح نشير الصفحة على نورسات هلا مع البرنامج على أساس تدخلوا عليها وتعملوا لايك على الصفحة. فالسلال رح تكون كلها معروضة بصور بصور للسلة ومحتوياتها، وكل سلة قديش ثمنها. طبعا في سلات حقهم 15 دينار، سلات ب20، سلات ب25، سلات 30، 35، يعني لا حد 100 دينار فينا في رح يكون في سلال حسب الطلب. يعني بالمبلغ اللي انتم راصدينه او حابين انكم انتم تشاركوا فيه. هاي السلة حقها 25. نعم. شو فيها؟ شوكليت وفيها كريسماس تيشوز وفيها اورنمنتس. نعم. وفيها قنديل صغير شغل يدوي تطريز. وبالنسبة لموضوع الصفحة، رجاء ريمون
رجاء نشير الصفحة على صفحتنا على نور سعد على الفيسبوك. ومعنا اتصال هلا رح يكون نتواصل مع سيدنا المطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن لا يعطينا البركة في افتتاح بازار الرحمة اللي رح يكون معنا في هذا البرنامج طبعا بعد الفاصل. حاضر يا ريمون. عدنا إليكم متابعينا وعلى صفحة نورسات جوردن برنامج تغريدات ميلادية. منصبح على كل اللي انضموا لنا هلا على المباشر، وبدنا طبعا نسلم على كل الأشخاص اللي كتبوا لنا على تعليقات على صفحتنا. يلا حطر المجد لله في العلا، أم يوسف الهواري ويسعد صباحكم مباركة هي جهودكم، إبراهيم حمام، إيفون حطر، أم فادي الله يبارككم على هالمشروع الخير لمساعدة الناس المستورة الاستفادة من هذا العمل، وأكيد سنة مختلفة عن السنين الماضية لكن أملنا بالله أن تمر هذه الأزمة على الجميع بالخير والبركة وأهم شيء الصحة. آمين آمين يا أم فادي. سناء اللوح دحمس يسعد صباحكم يا حلوين، وأبونا جورج شراحي يسعد صباحك يا أبونا، لنا لقاء بكرة معك على برنامج صباحكم نور. ومعنا فيكتور قديس صباح الخير، عزيز ماهر جرجي صباح الخير يا دكتور ربنا يحفظكم، بطرس دبو صباح الخير، ويولا حتر، إبراهيم حمام، وريما جبور أبو وردي صباح الخير للجميلتين، أي طلعت لك طرطوشة ربكة. نجاة يداغو صباح الخير، وعيسى خوري يسعد صباحكم، ويلا أهلا وسهلا ربكة. سارة حددين مسلم، رجعنا من البداية، يسعد صباحكم جميعا. واللي انضموا لنا جديد نرجع منحكي على موضوع انه بازار الرحمة هو برعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن، ورح يكون بعد قليل معنا سيدنا خريستوفورس لإعطائنا البركة لافتتاح هذا البازار اللي منسميه بازار أونلاين، يعني احنا من بازار هو افتراضي لكن الآن مع جائحة كورونا صرنا نعمل هذا الشيء. وبصراحة ممكن اللي كانوا دايما يتدمروا من انه كثرة البازارات في الكنائس ويقولوا يعني صارت كتير أوفر زيادة عن اللزوم، هاي السنة مرتاحين البازار جاي عبيوتهم. فإن شاء الله من خلال نورسات باسكت نورسات، طبعا نورسات احنا ما بدنا نحكي عن رسالتها ومحبتها للجميع، فهي تستحق منكم الدعم والمحبة، وأيضا أنه تدعموا هذا المشروع لدعم العائلات والأسر اللي نحن دعمناهم من خلال شرائنا لمنتجاتهم، ما خليناهم لوحدهم يعانوا من ظروف الحياة، كنا معاهم خاصة هلا نحن مدعوين جميعا بفترة المجيء وانتظار السيد المسيح عشان نفرح مع بعض مع الرعاة ومع المجوس مع سيدتنا مريم العذراء والقديس يوسف بمجيء مخلص الكون وفادي الكون. فكونوا انتوا كمان جاهزين وتحضروا للميلاد، فرحوا قلوب ناس ممكن بحاجة للفرح، وفرحوا قلوب ناس ممكن بحاجة لابتسامة، اهدوها هدية. طبعا ما رح نغلبكم بأنكم أنتوا تروحوا على أي مكان في بيتكم تقدروا أنكم توصوا على الهدية من خلال الباسكت، ورح تكون في الشبيبة طبعا في مجموعة الكشاف اللي حكت عنها ربيكا، هي دايما احنا شركائنا في العمل هذا واحنا مش ناسينهم، كشافة الروم الكاثوليك مطرانية مارجريس للروم الكاثوليك، كشافة مرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماء نعم، وطارق مسلم نعم اللي قائدهم طارق مسلم، وأيضا كمان كشافة بالزرقاء ركان فخوري، أيضا كمان مجموعة مستعدين للتوصيل للزرقاء، والكشافات الموجودين طبعا عن طريق كشافة اللاتين، أيضا بشار المعشر كمان أيضا مستعدين للمساعدة في توصيل الباسكتس اللي بيطلبوها في المناطق والمحافظات. فإن شاء الله بنكون كلنا متعاونين مع بعض، ونشكر كل مجموعات الكشفية ونشكر كل القادة الكشفيين اللي طرحوا هذه الفكرة لدعم ومساعدة نورسات في عملها الإنساني.
طبعا طريقة الطلب من خلال الصفحة وخلال الاتصال على رقم التليفون الخاص بنورسات 0797551192، ممكن نحصل على الطلبات، أو من خلال صفحة بازار الرحم السادس بتقدروا تطلبوا هاي السلة، توصلوا مبلغها مع أي حدا، أو إذا أنتم محبيتوش تيجوا، أو ممكن أنه نحط الآيبان نمبر لحساب نورسات بالبنك، ممكن تحولوا له تحويل، زائد أنه بيوصل لكم المنتج الباسكت لباب بيتكم أو للأشخاص اللي أنتم بدكم تهدوهم هاي السلة. يعني ممكن توصلوها تطلبوها وتوصلوها للأشخاص اللي أنتوا بدكم تهدوها. نحن راح نحط بطاقة مكتوب عليها نورسات واسم المهدى إليه. يعني هاي منحاول الأشياء هذه أنه نتساعد فيها سوا ونكون مع بعض بفضل ومساعدة الشبيبة وشبيبة الأردن للدراما المسيحية، وأيضا الكشاف في عملية الديليفري التوصيل. هذه فكرة نورسات باسكت بصراحة بشكل مبسط، ونتمنى دعمكم مثل ما حكيت في هذا المشروع الخيري. إيش ربك في أفكار أخرى كمان رح تكون موجودة أو منتجات رح تكون أيضا في هاي السلة؟ رح يكون في أشغال يدوية بالكروشيه، رح يكون في كوسترز رح يكون رسم يدوي مثل ما شفت في بعض الأشياء، رح يكون في صابون من دكتور ماك، صابون معمول كله بزيوت طبيعية. نعم. رح يكون في هولدرز للنبيد للواين. نعم. رح يكون في واين، رح يكون في نعم واين شغل محلي، شغل محلي. أوكي. كمان رح يكون في حلو سويتس كوكيز، كريسمس كوكيز. السنة الماضية كانوا معنا ناس كمان اشترينا منهم هاي السنة الشوكولاتة المعمولة باليد. طبعا احنا ما بنقدر هلا نحط الشوكولات بالباسكت لانه هدول عشان يكونوا فريش ويكونوا طازة توصلكم، فعند الطلب من وسط الطلبيات، فأوردي نحن هلا طلبنا طلبية من الستات اللي بيشتغلوا الكريسماس كيك وأيضا الكوكيز إنهم يحضروا عدة قوالب. الحلو إنه الكل عم بيشتغل هلا. نعم. الكل عم بيحضر، الكل عم بيعمل صوابين، الكل عم بيعمل شغل الإيد طبعا، و يعني عم بيسلمونا أغراضهم ونحن عم نحطهم بهدول السلات. فالرك علينا إنه نقدر نعمل نسوقهم ونقدر نبيع لهم إياهم إن شاء الله. لا أكيد أنا متأكدة يا ربك إنه ربنا رح يطرح البركة في هذا المشروع، وخاصة إنه الشبيبة وكل الطاقم تبع نورسات أيضا وشبيبة الأردن الدراما المسيحية حاطين كل همهم وجهدهم إنهم ينجحوا هذا المشروع. فنتمنى لهذا المشروع كل البركة والنجاح. فاتصال سيدنا حققنا. طيب نحكي مع جوني جبرة من شبيبة الأردن للدراما المسيحية عشان يخبرنا عن كمان أيضا مشاركتهم في هذا البازار. فربكا أنت كيف هلا تحضيراتك عادة بتكون؟ يعني تحكي للمستمعين تحضيراتك لعيد الميلاد كيف بتبلش؟ يعني نحن عادة خاصة من خلال شغلك، يعني أنت ك يعني أخصائية رياضة نحن بنستنى الناس تنصح خلال هالفترة. بس امبارح لما رايا سألتك قالت لك شو دكتورة هاي السنة انت رح ترتاحي ما عندك كتير لفت بازارات، كل سنة كنت تلفي بنفس اليوم بازار بالزرقاء، بازار بالكرك، بازار بعمان، وتحضري الافتتاحات تبعون هدول. نعم. البازارات. فكنتي دائما كنت جاوبتيها جواب كتير حلو، قلت لها انا ما هدول البازارات واجواء عيد الميلاد ما بتعبوني، بالعكس انا هاي السنه متضايقه انه ما رح نقدر نحتفل زي كل سنه كيف بنحتفل. فاكيد يعني وانا كنت برافقك بكل هدول البازارات. نعم. فاكيد هاي السنه رح يكون غير، ما في
هدول البازارات. بس قلت لك كل حياتنا رح نتذكر انه ب 2020 كان عندنا بازارات اونلاين. وبعدين كتير حلو كل الباقي الكنايس والشبيبات اللي يعني برضو قلدوا فكرة البازار تبعنا وبرضو عملوه اونلاين. فانبسطت انه فكرتنا يعني نالت اقبال واعجاب من كتير من الناس بالاردن وقلدوهم. إن شاء الله ما مناش نقول تقليد ولكن اللي في أفكار متشاركة أشاركنا فيها فبلاش يزعلوا نقول نقلدنا أو قلدوا. لكن برضو كمان إحنا فكرة البازار تبعتنا غير يعني طبعا. حتى لأنه إحنا زي ما أنت تفضلتي إحنا بنشتري الأغراض ومنحطها بالباسكت وعلينا نحن التسويق. معنا جوني جبرة من برضو من شبيبة الأردن, شبيبة الدراما المسيحية, شبيبة الأردن الدراما المسيحية, وأيضا هو من كنيسة السريان الأرثوذكس. فأهلا وسهلا فيك جوني معنا. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك, كيف حالك؟ تمام نشكر الله. يسعد صباحك ربيكا. صباح الخير جوني, كيف حالك؟ يا هلا, صباح الفل يا هلا. يعني بلشنا هلا ساعة الصفر لانطلاق بازار الرحمة أونلاين جوني. نعم. فأنتوا هلا بالنسبة لفكرة البازار بتقدر أنت كمان مشاركتكم أنتوا كشبيبة هاي السنة رح يكون غير عن كل مشاركة, دائما بتكون على قدم وساق, بتكون ليلا مع النهار بتوصلوا في عملكم ببازار الرحمة كل سنة, بس هاي السنة رح يكون مختلف وغير. فأنت شو مشاعرك يعني خاصة عم تشتغل بازار الرحمة بس بطريقة مختلفة؟ بصراحة إحنا دائما بنكون سعيدين إحنا إن نكون مثل ما تفضلتي دكتورة إن نكون شراكة إحنا مع نور سعد هذه الفضائية المميزة. إحنا بنكون دائما سعيدين, لكن الظروف هاي اللي إحنا واجهناها حاليا اللي هي جائحة كورونا خلتنا نفكر بطريقة تانية اللي هي طريقة البازار الأونلاين. نعم. فإذا بتحبي أحكي عن البازار كبداية. نعم. ونكمل. يرد. أوكي, هلأ هذا البازار هو البازار السادس من تنظيم فضائية نور سعد بالتعاون معنا إحنا شركة الأردن للدراما المسيحية. وطبعا مثل ما تفضلتي في بداية البرنامج هذا بيحظى برعاية مجلس رؤساء كنائس. البازار هو البازار الميلادي اللي بتم تنظيمه كل سنة لإتاحة الفرصة لكل إنسان عنده موهبة معينة, سواء موهبة الطبخ أو الحلويات أو أشغال يدوية إكسسوارات. طبعا هي بالأغلب هاي بتحمل طابع ديني إلها علاقة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. طبعاً الهدف الأول والأخير من هذا البازار هو مساعدة هالناس وتسهيل طريقة تسويق منتجاتهم حتى يكون عندهم دخل مادي يساعدهم في تحديات الحياة هاي ومصاعبها. لهالسبب إحنا من خلال الظروف هاي اللي منعيشها اللي حكيت عنها, الوباء العالمي اللي أثر على كل واحد فينا, فكرنا هالسنة نعمل إشي جديد بتناسب مع الظروف هاي ويكون استمرارية لنا وبنفس الوقت نحافظ على سلامتنا وسلامة كل المشاركين معنا اللي هي أهم من كل شيء. نعم. الفكرة هاي هي فكرة بازار أونلاين مثل ما تفضلتي, بس الطريقة رح تكون مختلفة عن البازارات الأونلاين اللي إحنا هلا حاليا عم نشوفها من الشبيبات الثانية. طبعا الله يعطيهم العافية, بس طريقتنا رح تكون مختلفة. اللي بيميزها هي زي ما تفضلتي دكتورة سلة نور سعد. نعم. هسه اللي طبعا بدي احكي عنها شوي هي مثل ما تفضلت الاخت ريبيكا, راح نجمع فيها منتجات من المشاركين في البازارات اللي كانوا يشاركوا معنا. نعم. السله راح تكون مرتبه كتير, نعرضها على صفحه بازار الرحم السادس. طبعا هالصفحه راح تكون مربوطه مع صفحه نور سات. نعم. اللي حسب ما بعرف انا عليها عدد متابعين بتجاوز 100,000 متابع. نعم. راح نعرضها على الصفحه هاي ومن خلالها رح يتم بيع السلات هاي ورح نبيعها بشكل مباشر للراغبين بالشراء. طبعا أسعار رح تكون مدروسة مشجعة وأكيد رح يكون في زي ما تفضلت دكتورة التوصيل. نعم. توصيل هذه الطلبات. نعم. بشكرك يا جوني على هذا التوضيح كمان وأيضا على كمان تعاونكم مع النور سات الدائم. هاي السنة شاكرين كتير إنه بظل الظروف اللي إحنا حاليا فيها كمان إنكم قدرتوا
تواصلوا التعاون مع النورسات في مشروع سلة نورسات. مين من الأشخاص اللي بنقدر كمان نوجه لهم تحية من خلال هذا البرنامج راح يتعاونوا معك جوني بمشروع سلة نورسات؟ هلا في احنا شبيبة الأردن للدراما المسيحية. طبعا احنا الشبيبة من 2013 طبعا تسجلنا رسميا بوزارة الثقافة بال 2016. طبعا احنا هيئة إدارية عندنا 7 أعضاء. طبعا في رئيس الهيئة الإدارية موسى النبر. اوكي. انا جوني جبرة نائب رئيس الهيئة الإدارية. في عندنا أمين الصندوق بطرس دبو، وأمين السر رانيا رزق الله. وفي معانا كمان أعضاء اللي هم لانا اللاتي وعيسى طنوس وتمارا رزق الله. طبعا في رح يكون معانا متعاونين دائما باستمرار بتعاونوا مع شبيبة الأردن للدراما ونورسات، بنسميهم هدول أصدقاء شبيبة الأردن للدراما المسيحية. فعلا. ما رح يكون في مغارة هاي السنة؟ مغارة للأسف مغارة أونلاين، يعني المغارة صعب، بس أونلاين إحنا ممكن هلا ممكن نسوي فكرة مثلا إنه إحنا نعمل للناس إنه اتاحت الفرصة لهم إنه نعمل زي مسابقة مثلا، ممكن نعمل كأجمل مغارة ميلاد السنة هاي، ممكن نحطها على الصفحة. حلو. يعني كمان هاي أفكار بتطلع هلا شوي شوي بخصوص موضوع الميلاد. أجمل ممكن مغارة، أجمل شجرة ميلاد مزينة. يعني أنا بحكي يا جوني إنه الظروف الحالية اللي عم منمر فيها عم بتخلي الناس شوي عندهم هذا الفتور، حتى الفتور عم بحكي مش بس برضو بإيمانهم أو بقلبهم أو إنهم يفرحوا، الفتور إنهم يزينوا بيوتهم، يزينوا شجرة ميلاد أو يعملوا مغارة أو يعملوا حلويات في البيت أو أي شيء، يعني زي ما هن متعودين بالميلاد. فإحنا هاي السنة رح نقولهم إنه هذا الفتور ما بدنا إياه، بدنا تضلكم أنتوا فرحين ونفسكم طواقة ومشتاقين للميلاد وعيد الميلاد وروح الميلاد. فزينوا بيوتكم، زينوا شجراتكم، نزلوا الزينة، عملوا المغارة، ضووها بأضواء الميلاد وخليها تشع فرح ومحبة وسلام على كل البيت، على كل عائلاتكم، على كل مجتمعكم بحياتكم، فما يكون عندكم هذا الفتور هاي السنة، فكل بالعكس يكون الفرح أكتر ومضاعف أكتر هاي السنة بظل كل هالتحديات، لأنه من يؤمن بيسوع المسيح ومن يؤمن وإيمانه قوي بيتحدى كل هاي الأمور، لأنه إذا ما قدرنا نتجاوزها وتغلبت علينا وين إيماننا؟ نعم أكيد. وأين رجاءنا اللي دايما نحن بنرجوه؟ فشكرا لإلك يا جوني. بتحب تضيف شيء بالنهاية؟ دكتورة بحب أضيف إنه هلأ أنا بطلب من خلالكم وبصفتي نائب لرئيس شبيبة الأردن للدراما، بدعو كل المتابعين لهذا البرنامج، برنامجكم المميز تغريدات ميلادية، بدعوهم لمتابعة صفحة نورسات باستمرار وصفحة شبيبة الأردن للدراما المسيحية على الفيسبوك، وبطلب منهم كمان الدخول لرابط البازار، بازار الرحم السادس، حتى يستمتعوا بالتجربة الجديدة ويدعمونا ويدعموا المشاركين من خلال شراء السلة. إن شاء الله يا جوني، وإن شاء الله بجهودكم وأيضا بمحبتكم إنه هالبازار الباسكت نورسات إنها تنجح الفكرة، وأنه نقدر نفرح قلوب كتير من العائلات اللي بتنتظر نجاحنا في هذه ترويج هاي السلة على أساس أنه هني كمان يستفيدوا. فكل المحبة لإلكم فردا فردا جوني من خلالك، منوجه لهم ألف تحية ومنقولهم كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير دكتورة. شكرا لإلك جوني. أهلا وسهلا. أهلا. كتير أحيانا ريبيكا لما أنت بتسأليني ماما أنت يعني بتروحي وبتطلعي وأوقات بتشوفيني تعبانة وهيك، تضلك تحكي لماما تقولي هدي ارتاحي ليش هالقد عم بتركضي، فدايما بحكي لك إنه تعب محبوب، فهو التعب المحبوب ما بحسبه الواحد إنه تعب. ليش؟ لأنه عم تتعبي لكن عم بتحبي هذا التعب. صح. فدايماً بحكي إنه عمل الخير مزبوط فيه تعب،
لكن ابتسامة عائلة تساعديها، فرحة طفل في لبس جديد للعيد، أكيد فرحة أم إنها عم تعمل شيء بيدوي وعم بتجيب إيراد ودخل تشتري في أغراض لعيد الميلاد، يعني هاي الفرحة هي بتسوى كل الدنيا. فدايما فرحنا يكون بعطائنا، خاصة إحنا بظروف هلا مع كورونا كتير عم نفكر بغيرنا، لأنه الوضع الاقتصادي على الكل أثر علينا. عقول أن إحنا هلا معنا سيدنا سيادة المطران خريستوفورس عطلة، مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، وأيضا رئيس مجلس رؤساء كنائس الأردن. صباح الخير سيدنا. صباح النور دكتورة باسمة، صباح النور. شكرا لك سيدنا أن تعطينا من وقتك هذا الصباح لتباركنا وتبارك بازارنا الأونلاين نورسات باسكت. دكتورة بكل فرح، بكل فرح وسرور، لأنه حقيقة العمل اللي بتقوموا فيه هو عمل مميز مبارك من ربنا، وبالأخص بهاي الظروف الصعبة اللي بمر العالم كله فيها والوطن. وكمان بحب أعيدكم بمناسبة صوم الميلاد المجيد واستقبالنا، تهيؤنا حتى نستقبل عيد الميلاد المجيد. وحقيقة البازار اللي عماله رح يصير هو كل العمل اللي عمالكم بتقوموا فيه بهذا المجال بهاي الظروف هو كتير مهم. وهون صوت الكنيسة هو معكم، حتى نطلب من كل أبنائنا الالتفاف حولكم بهاي الظروف، حتى نتكافف كلنا مع بعضنا البعض، حتى نقدر نوصل ما يحتاجه أخونا الإنسان، ونكون وفقين بهذا الشيء منوصله للمسيح نفسه من خلال أخونا الإنسان. نعم سيدنا، دائما أنت تدعو في كلامك وفي وعظاتك أن على العمل الخير دائما يكون بحضن الكنيسة. يعني كلمة حضن الكنيسة يا الله قديش سيدنا كانت جدا فيها دفء وحنان وعطف يعني على الإنسان، وخاصة الإنسان المتألم والإنسان المحتاج والإنسان اللي يعوزه الفرح، يعوزه الابتسام، الكلام المطمئن، الرجاء في حياة تكون فيها بعد للمستقبل، أمل للمستقبل. لأنه خاصة إحنا عم نعيش هلا مثل ما تفضلت بظروف شوية صعبة، وأوقات أحيانا الناس عم بصير في عندهم فتور داخلي. يعني في ناس كتير عم بسمع إنه ما بدهم يزينوا شجرة وما بدهم يعملوا مغارة وما إلهم مش نفس، والعيد مش عيد السنة هاي مع الظروف الحالية. فتعطينا أنت هيك كلمات تشجعهم لأنهم يقوموا وينهضوا من هذا اليأس وهذا الفتور، وأنه يكون عندهم أمل بربنا كبير. نعم نعم دكتورة، كلنا واعيين لصعوبة الظروف والأبعاد العديدة اللي عمالها بتاخدنا، ولكن اللي بتاخد الأمور، ولكن نحن اللي بيميزنا دائما أبناء الكنيسة. وعشان هيك كتير مهم أنه كل إشي زي ما تفضلتي يتم بحضن الكنيسة، لأنه بحضن الكنيسة بأخذ بركة إلهية، بركة مقدسة. هاي البركة هي اللي بتعطينا التعزية حتى نقدر نحن نستمر ضمن هاي الظروف الصعبة. وميزتنا نحن في الكنيسة وأبناء الكنيسة إنه نحن عنا ميزة، إنه نحن عنا إيمان ومعرفة مسبقة لمين في النهاية اللي رح يغلب في هاي الساحة كلها، والمسيح هو الغالب. عشان هيك هذا بعطينا تعزية ومنكون دائما في أمان، لأنه نحن في ثقة أنه سيد العالم والأحداث وكل الأمور اللي بتصير هو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وهو الغالب. نعم الكل بيخطط والكل بيحط مخططات للعالم، ولكن التوقيع النهائي هو إله. وهذا الإشي اللي نحن متأكدين إنه نحن معه بنغلب، هذا بعطينا قوة إنه عيد العيد هاي السنة. نعم أنا بشعر بكل تفضلت فيه مع أبنائنا، ولكن اللي بعطينا تعزية إنه لازم نكون قريبين من الكنيسة ومن الصلوات بهاي الفترة، ويكون في عنا نبض قلبي روحي مليان توبة
حتى نقدر انه ينزين قلبنا ويصير قلبنا مغارة للفضاء من خلال الفضائل ومن خلال التوبة والاعتراف، سر الاعتراف والتوبة والمناولة، وهيك بنقدر انه يسوع حقيقة ينولد في قلوبنا، وبالتالي هو يعطينا اي التعزية والقوة حتى نجتاز كل الامور اللي 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 حوالينا، ونحن واثقين انه رح نجتازها بمعونة ربنا. امين يا رب. يعني سيدنا كلماتك مفرحة لنا وتعطينا الامل انه ربنا ما رح يتركنا، ورح يجي بعيد الميلاد هاي السنة ويعطينا فرح أكبر أكثر من ما كنا نتوقع، لأنه ربنا بيشتغل غير ما إحنا منفكر. وهذا هو رجاءنا، وهذا الإشي نحن متأكدين منه، ولكن كثير مرات الأزمنة والأوقات هي بيد الله. نعم. وهيك نحن كمان حتى منتعلم نصبر ومنتعلم نصلي نؤمن أكثر. يعني الفضائل بتنمو بداخلنا، والفضائل هي جسور للقداسة وجسور لربنا إنه نوصل له من خلال تنقية النفس. أمين يا رب. ربنا يبارك. شكرا سيدنا، نحن بناخذ البركة منك لنعلن انطلاق بازار الرحمة السادس لهذا العام تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. وسيدنا ببركتك انت عطيتنا الأمل انه هذا ان شاء الله هاي السنة يكون بازار موفق ويفرح كتير قلوب ناس معتمدة علينا. فصلواتك سيدنا. أمين دكتورة. ونحن البركة بركة مجلس رؤساء الكنائس صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس ثيوفيلوس الثالث وكل أصحاب السيادة المطارنة في الأردن والإخوة الكنائس في المجلس، كلنا منبارك عملكم ومنحكي لكم بالتوفيق وكلنا جنبكم. ربنا يساعدكم، ربنا يبارك عملكم، وهذا الإشي اللي رح يوصل من إلى يكون لكل واحد بعطي والبوصل له نعمة وبركة من إلهنا المولود في مغارة بيت لحم. وكل سنة وانتو سالمين. وانت سالم سيدنا، شكرا لك سيدنا. شكرا سيدنا. نهارك سعيد. شكرا. الله معكم. الله معكم. شكرا سيدنا. كل عام بخير. الله معكم. الله معكم. طبعا مع كلمات البركة في افتتاح بازارنا بازار الرحمة السادس، وهو بازار مختلف أونلاين هاي السنة بازار 2020. بنتمنى أنه مع بركة رؤساء كنائس الأردن كمان يطرح البركة لهذا البازار ويفرح قلوب كثيرين بيعتمدوا علينا. وأيضا نحن بانتظاركم، بانتظار متابعاتكم، بانتظاركم بدعمكم لهذا المشروع باللي بتقدروا عليه. نحن مش متطلبين، باللي بتقدروا عليه. وطبعا للي بحب يطلب أونلاين خارج الأردن كمان فيه يهدي عائلاته عائلته، يهدي أصحابه أصدقائه عنا في الأردن، نحن مستعدين لتقبل الطلبات من خارج الأردن في شراء باسكت ونوصلها للأشخاص المعنيين. إجانا لهلأ 10 طلبات للباسكت من أول ما بلشنا اللايف لهلأ صاروا 10. الحمد لله. فنحن قبل نهاية برنامج بتحب تحكي شي ربك؟ يعني هذا الخبر أنا بشوفك على التليفون بس ما عرفتش إنه عم بتوصلوا على طلبات الباسكت عم ببعتولي إلي. فأكيد مبسوطين إنه خاصة أخذنا البركة من رؤساء الكنائس في الأردن من خلال سيدنا خريستوفوروس، فإنه نكون تحت رعاية زي ما حكينا بحضن الكنيسة كتير كتير مهم، إنه هذا العملنا مبارك من الكنيسة الأردن. ونتمنى إنه هذا الموسم يكون موسم بركة وعلى الجميع يا رب. تعرفي دائما كنا دائما نسمع من إحنا وصغار إنه العيد مش حفلات، والعيد مش سانتا، والعيد مش كونسرتس، والعيد مش بازارات. العيد أعمق من هيك. وكل سنة كانوا دائما
يعني من خلال الكنيسة دائما كان الخوري يحكي إنه هذا مو العيد، اللبس مش العيد، الاحتفالات هذا مو العيد، يعني هي مظاهر للعيد يعني مظاهر. مرافقة بس في الجوهر أحيانا منضيع الجوهر. فهاي السنة نحن عم نعيش بس جوهر العيد، ما في الأكستراز اللي عادة بيجوا مع الاحتفالات بعيد الميلاد. فهاي السنة نحن عايشين الجوهر تبع العيد، عشان هيك هو غير، عشان هيك هو غير، عشان هيك في بركة ممكن أكتر يكون. وهي صاروا 12 باسكت يا عيني، شفتي؟ إن شاء الله، إن شاء الله يا رب إن شاء الله إنه تنجح هذا المشروع. طبعا هذا المشروع برعاية مجلس رؤساء الكنائس الأردن، وأيضا بتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية، وأيضا من الكشافات الموجودة في اللي بتتعاون دائما معنا كل سنة ببازار الرحمة رح يكونوا معنا، ونستمر نحن بدائما أجواء الفرح من خلال نورسات، نورسات الأردن. ونتمنى من الجميع ما تتركونا لحالنا، كنورسات كونوا معنا ومع اللي بتحبوهم، والفضائية هاي المحبوبة اللي بتستحق منكم كل المحبة والدعم. فزي ما حكيت، ما تكونوا بعاد، كونوا قريبين مع الكمامة. احنا دايما نقول البعد الاجتماعي، لكن احنا القرب الاجتماعي، البعد الجسدي. كونوا دايما سالمين وبصحة، والتزموا ب ارتداء الكمامة والتعقيم. احنا لازلنا نحن بأجواء كورونا، ولازم نحافظ على حالنا، وخاصة كبار السن. فنقول كل عام وانتم بخير بزمن المجيء وزمن الصوم للتحضير للمجيء. بشكر ريبيكا كتير كتير اليوم انها كانت معنا بهذا الصباح، وإن شاء الله لقاءات تغريدات ميلادية اليوم الاثنين القادم على نفس الوقت ما تتأخري، وتخبرينا موجز عن مشروع الباسكت إيش بيصير في خلال هذا الأسبوع. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا لكل التعليقات اللي كانت على صفحتنا هذا الصباح. جوليت بزو جبرة الله يعطيكم العافية، ووليد زهر من الناصرة يسعد صباحك، ربنا يبارك أعمالك ويعطيك القوة والصحة حتى تستمروا بالعطاء. كل عام والجميع بخير وسلام. وإلك دكتورة باسمة، أنت دائما مبادرة أعمال الخير من ربنا، الله يسعدك يا أستاذ وليد. وريما جبرة الرب يبارككم ويبارك عملكم. ومنسلم على سالم يونس يسعد صباحكم الأراضي المقدسة، وبطرس دبو مشكورين على الفكرة، إن شاء الله إنها وصلت الفكرة بكل أريحية، وإنها تكون. ولينا وعد أهل وائل يسعد صباحك وربنا يبارك عملكم. ففكرة البازار ممكن كمان تلاقوا شرح عنها أكتر في صفحة بازار الرحمة السادس، رح يتشير على صفحتنا نورسات، فتابعونا دايما عن نورسات. منصبح عليكم في برنامج تغريدات ميلادية، ونتمنى لكم نهار سعيد آمن وفرح، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم يوم الاثنين مع تغريدات ميلادية أنا وربيكا عودة مع باسكت نورسات. وهي الترتيلة طبعاً، ترتيلة صوتي طبعاً بحطوها علشان حقوق النشر. زهرة من ياسا قد جاء.